النشرة الرياضية، أهلا بكم. دخل عالم جديد قائمة المتواجدين ببطولة أوروبا لكرة القدم بعد فوز البرتغال بكأس أمم أوروبا للمرة الأولى على حساب فرنسا، ذلك بهدف وحيد المهاجم إيدر لوبيز. عاد كريستيانو رونالدو ليبكي في نهائي كأس أمم أوروبا. هذه المرة لم تكن بسبب الخسارة كما حصل قبل 12 عاما، بل لأن الإصابة حرمته استكمال اللقاء. نسي قائد البرتغال آلام ركبته حين فازت بلاده في الكأس الأوروبية الأولى عبر التاريخ، ومن هنا طبع اسمه في تاريخ اللعبة. كذلك سيكون الأوفر حظا لإحراز جائزة الكرة الذهبية. منذ عام 2014 كنت دائما أطلب من الله أن يعطيني فرصة ثانية، لأن البرتغال تستحق ذلك وكذلك اللاعبين. غادرت بسبب الإصابة، لكنني كنت مؤمنا بقدرة زملائي. صاحب الهدف إيدر لوبيز حصل على جرعة معنوية بعدما تحدث إليه رونالدو وطالبه بتسجيل هدف الانتصار على حد تعبيره. زميله بيبي حصل على جائزة أفضل لاعب في النهائي، وبدوره وصف لاعبي البرتغال بالمقاتلين، وهذا سبب النجاح. الجوائز الفردية حطت رحالها عند ريناتو سانشيز ابن 18 عاما بعد اختياره أفضل لاعب ناشئ في البطولة. الجمهور البرتغالي انتظر مغادرة بعثة المنتخب، فوقف المئات على جانب الطريق لتحية بطل أوروبا الجديد. ما إن انتهت المباراة بوقتها الإضافي حتى عمت الاحتفالات العاصمة لشبونة، والجمهور أجمع على دخول البلاد تاريخ القارة العجوز. في الشانزليزيه رفض الجمهور الفرنسي احتفالات البرتغاليين، لكن القوى الأمنية حالت دون توسع دائرة الاشتباكات وشنت حملة اعتقالات. الاتحاد الفرنسي هيئ شاحنة خاصة للاحتفال، لكنها عادت أدراجها بعد الخيبة المؤلمة. استقبال تاريخي لقيه المنتخب البرتغالي فور عودته إلى العاصمة لشبونة متواجدا بالكأس الفضية. حشد كبير افترش الشوارع لرؤية نجوم السيليساو حاملين الكأس وعلى رأسهم القائد كريستيانو رونالدو. حافلة برازيل أوروبا جابت شوارع العاصمة وعلى متنها جميع اللاعبين قبل أن يرفع كل لاعب على حدة الكأس وسط تصفيق زملائه والحضور. وسام القائد هو الأرفع في الجمهورية البرتغالية، سيحصل عليه اليوم المنتخب الوطني الفائز بكأس أمم أوروبا. رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقبل أبطال أوروبا في مقر إقامته الرسمي. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند حذا حذو نظيره البرتغالي واستقبل المنتخب. أولوند شكر اللاعبين على مجهودهم طوال البطولة من أجل رفع اسم البلد المضيف. الرئيس الفرنسي عبر للاعبين عن فخره بما أنجزوا برغم خسارة اللقب في الدقائق القاتلة، وأكد ثقته بقدرة هذا الجيل على الذهاب بعيدا في مونديال 2018. إصابة رونالدو في المباراة جعلت والدته مستاءة لتشن هجوما على ديمتري بايات. والدة النجم البرتغالي قالت أن الحلول لا تأتي عبر إصابة الآخرين، أضافت أن من الصعب مشاهدة نجلها ينقل عبر الجهاز الطبي. الاستياء جاء أيضا من إدارة ريال مدريد نتيجة التواء في الرباط الجانبي للركبة، ولا سيما أن أول استحقاق رسمي موعده في 9 من الشهر المقبل أمام إشبيليا في كأس السوبر الأوروبي. والآن إلى جولة الصحف مع محمد جرادي. شكرا والسلام عليكم مشاهدينا. نستهل الجولة من أبولا البرتغالية التي احتفلت بتتويج منتخب بلادها باليورو، وفي مقال لها كشفت عن نية الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا منح اللاعبين وسام شرف من رتبة قائد في قصر بلم في خطوة غير مسبوقة. وفيها أيضا نقرأ لحظة فريدة كريستيانو رونالدو، حيث اختلطت مشاعر رونالدو بين الحزن لإصابته والفرح لحصد اللقب وعدم تفويت الفرصة التاريخية. الصحف الفرنسية بدورها عبرت عن حجم الحزن الذي اعتار البلاد جراء ضياع اللقب. ليكيب عنونت على غلافها مدمرون بعد نهائي حزين انحنى الأزرق أمام البرتغال بعد التمديد. لباريزيان جارت زميلتها في المأساة الكروية فعنونت لم يكن يومنا، وعليها صورة لرونالدو يرفع الكأس وسط زملائه. في إسبانيا آس احتفت بنجمي ريال مدريد وعنونت بدورها على غلافها
بايت سبب الإصابة لرونالدو في الدقيقة 89 مصابا في الدقيقة 25. بيبي أفضل لاعب في النهائي. لقد قلنا لرونالدو إننا سنهديه اللقب وهذا ما تحقق. الختام من الشروق الجزائرية التي عنونت أمين عام مشايخ البرازيل الشيخ خالد رزق تقي الدين للشروق الخضر، خدموا الإسلام في مونديال 2014 ومرحب بهم في ريو. حملة سلام لبرازيل نجحت في المونديال وسنواصل إثراءها في الأولمبياد. الإسلام بريء من العنف ومؤسف ما حدث في بطولة أمم أوروبا في فرنسا ودائما بحسب الشيخ تقي الدين. وفيها أيضا مباراتان دون جمهور وغرامة $50,000. الكاف يثبت إقصاء الوفاق. مع الشروق الجزائرية نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة. نعود لمتابعة النشرة. شكرا لك محمد. مقاهي سوريا تستعيد الحياة في اليورو. مئات المشجعين تسمروا أمام شاشات عملاقة لمتابعة المباراة النهائية في مشهدية تجسد حب الحياة ورفض الاقتتال. لم تمر المباراة النهائية لبطولة أوروبا مرور الكرام على العاصمة السورية دمشق. مئات المشجعين افترشوا مقاهي المدينة العريقة وسط انقسام رياضي مغلف بوحدة شعبية شعارها حب الحياة. عشق كرة القدم دفع العديد من الشبان إلى الخروج من عنق زجاجة الأوضاع الأمنية والحياتية الصعبة. أعادوا الحياة إلى الشوارع الدمشقية ما انعكس إيجابا على أصحاب المطاعم والمقاهي. كان في اختصاص اكثر شيء لجمهور الرياضه، فبشكل يومي في كثافه موجوده، بتعرف بحكم كل يوم في مباريات، كل يوم في برامج رياضه، تعليق اي شيء، بس طبعا بالايام اللي فيها مباراه طبعا بيكون الكثافه اكثر. قياسا 2012 اللي كانت بدايه احداث بدايه ازمه، والوضع العام يعني الوضع العام ما كان بيسمح انه الجمهور انه يقبل ويحضر اكثر يعني. اما الوضع حاليا يعني الوضع رايح الى احسن. عشاق الساحرة المستديرة في سوريا تفاعلوا مع أحداث مواجهة فرنسا والبرتغال، منهم من حمل لواء الديوك ومنهم من تعاطف مع برازيل أوروبا ونجمها كريستيانو رونالدو، قبل أن تتحول دموع الدون إلى فرحة عارمة لدى جزء كبير من المشجعين. ما في واحد يطلع من النطاق اللي عايش فيه هو مجتمعه، يعني الواحد أكيد رح يكون متأثر وأكيد رح يكون الوضع العام رح يأثر عليه أكيد، بس طالما موجود هالشغف وطالما في حب للرياضة عند الجمهور وخصوصا المتابعين فأكيد راح يرجع هالشيء تدريجيا، يعني ما راح يختفي أبدا. ولأن الرياضة تجسد الحياة لا الموت، يحرص السوريون على التعايش مع معظم الأحداث الكروية المحلية والدولية، يخلعون من خلالها رداء الحرب والدمار ويتزينون بوشاح الحب والسلام أملا بعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة الياسمين وأخواتها. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحصل على الشرعية الدولية بعد نفاذ قرار محكمة التحكيم الرياضية كاس بالاعتراف بكيانه بكامل أعضائه وأنديته. اتحاد كرة القدم تلقى رسالة موقعة من الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا، أكدت خلالها شرعية الاتحاد برئاسة الشيخ طلال الفهد وأمينه العام سهو السهو، إضافة إلى كافة الأعضاء. قرار الفيفا أغلق الباب في وجه 5 أندية محلية كانت تقدمت بشكوى بغية رفع الإيقاف عنها بحجة عدم شرعية الاتحاد. مواصلة اللعب بأسلوب بيب غوارديولا هدف كارلو أنشيلوتي مع بايرن ميونخ هذا الموسم. المدرب الإيطالي رفض خلال تقديمه إلى وسائل الإعلام فكرة إحداث ثورة في الفريق البافاري، لا سيما أنه معجب بما قام به سلفه الإسباني. كارلو أشاد بالأسلوب الهجومي لبطل ألمانيا ووعد باستكمال المسيرة نحو حصد الألقاب، لكنه أكد على ضرورة العمل لإصلاح بعض الخلل في المنظومة الدفاعية. ابن 57 عاما أشار إلى إمكانية إجراء بعض الصفقات الجديدة على أن يبدأ تدريباته غدا بشكل رسمي. يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا. اليونايتد أبدى استعداده لدفع 132 مليون يورو مقابل عودة النجم الأسمر إلى عرين الأولد ترافورد. إدارة السيد العجوز رفضت التخلي عن الفرنسي الدولي وفوتت عليه فرصة التربع على عرش أغلى لاعب العالم تاريخيا. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أكدت رغبة جوزيه مورينيو بالحصول على خدمة بوغبا، إلا أن طموحات المدرب البرتغالي اصطدمت بتصريحات مينو رايولا. وكيل أعمال اللاعب الفرنسي كشف عن رغبة بوغبا في البقاء مع اليوفي في موسم المقبل.
لعالم التنس احرز أندي موراي لقب ويمبلدون للمرة الثانية في مسيرته بعد اجتيازه ميروسلاف نيتش في النهائي. اللاعب الاسكتلندي لم يجد صعوبة في تخطي منافسه الكندي بثلاث مجموعات نظيفة ليحوز جائزة مالية قدرها 1,000,000 جنيه استرليني. اللقب هو الثالث لابن 29 عاما في البطولات الكبرى والثامن 38 في مختلف المسابقات. موراي أكد أن التتويج له مذاق خاص بعد الاصطدام بعقبات عديدة على رأسها مواجهة روجر فيدرر. واستغل موراي تتويجه كي يسخر من رئيس الوزراء الإنجليزي ديفيد كاميرون. موراي شكر للرئيس حضوره المباراة النهائية، لكنه قال إنه لا يرغب في أن يشغل منصبه يوما، فتفاعل الجمهور مع تصريحه. كلام موراي يعكس رسالة واضحة لوضع بريطانيا بعد الاستفتاء الأخير في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. في عالم السرعة بسط لويس هاملتون سيطرته على حلبة سيلفرستون الإنجليزية بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لبطولة العالم للفورمولا 1. سيقوم مرسيدس أحرز الانتصار الثالث تواليا في إنجلترا والرابعة في مسيرته، ليحل خلفه الهولندي ماكس فيرستابن ونيكو روزبرغ ثالثا. فوز هاملتون جعل المنافسة تحتدم أكثر بعدما ضيق المنافسة أكثر مع متصدر الترتيب العام روزبرغ وزميله في مرسيدس أيضا، ليقلص الفارق معهم إلى 4 نقاط. نهاية أخبارنا الرياضية، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.